فعلا في احدى المطاعم بدون ذكر اسمه وكلكم اظن تعرفونه، سبب نماء المال عنده وشهرته الصدقة، كان يحط جزء منها للصدقة. فأنا أقول دائما الإنسان في تجارته حتى لو ملابس العيد مثلا بتكلفني 1000 ريال، خلني أحط جزء منها للصدقة. مثلا أنا بشتري في ضيافة عندي حتكلفني 1500، خلني أحط جزء منها إيش للصدقة. أنت تخيل تبارك مالك في كل شيء تسويه في حياتك، كل شيء تستقطع من جزء للصدقة، هذه ترى نعمة عظيمة.